دعونا نرحب بضيفنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. يسعد صباحك أيمن وأهلا وسهلا فيك معنا بالصباح. أيمن، لماذا برأيك أقدمت هواوي على مثل هذه الخطوة، علما أنه الأمر مش كتير غريب عن الصين يلي عم تسعى للاستقلالية حتى بالتطبيقات والشبكة العنكبوتية ككل من فترة بعيدة؟ خلينا نحكي ناسي بمرحلة بطويلة الأمد ومرحلة انتقالية. بمرحلة طويلة الأمد ما في خوف أبدا على هواوي، لأنه هواوي بتحط بالسنة تسعة بالسنة 20 مليار دولار من شان البحث والتطوير. من هذا البحث والتطوير عملوا تقنية 5G اللي هي رائدة عالميا وغير مؤسسات عن جرب تلحقها. من ضمنها إذا حطوا هلا هني نظام تشغيل هارموني من ضمنها اللي هني بلشوا يعملوا فيه. يعني بالمرحلة طويلة الأمد ما في خوف أبدا إنه يكون عنده نسخة ماكنة بيقدروا يستعملوها بالصين وخارج الصين وفيها الخاصيات كلها. هلا هني ليش هلا صارت في صار يعني صار في تسارع، يعني هني يعني قبل هلا كان هني حابين يعملوا هيك شيء، بس انه مثل ما قلنا قبل كوفيد قلنا بكره بنعمل بكره بنحسن، وهلا تغيرت. هلا اكيد عندهم صار مشاكل شوي اكثر مع امريكا انه يعني ما انه مسموح يستعملوا تقنيه معينه، فهيدي كلها جبرت تكون في تسارع على شيء هني كان على الخط موجود بس صار على نار اسرع اذا بدك. طيب ايمن، برايك شو الاختلاف يلي حيكون بهذا النظام عن اندرويد واي او اس، النظامين يلي تعودنا عليهم؟ هلا في شقين اختلاف، في نظام التشغيل اللي هو اساس التليفون كيف نستعمله كيف الكاميرا بتشتغل وكل شيء، وفي كمان كتطبيقات. خلينا نحكي نحن اول شيء كنظام التشغيل الاستعمال. هلا هو حيكون شبيه باللي صار باندرويد من زمان، يعني هو اندرويد اجا لانه بده ينافس مع ابل، يعني ابل هن اول ما بلشوا هالنسخات الرائعه من التليفونات بال 2007 واندرويد اجا كمان لينافس معه. هلا هواوي بالهارموني حيجي كمان ينافس مثل ما نافست اندرويد وغيرها، بس بده وقت النظام التشغيل ليكون مرتاح وماكن اذا بدك. وفي المشكله اللي اكبر شوي حتكون هو التطبيقات، يعني مثلا احنا اذا معودين على 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 جوجل مابس على 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 جيميل منشان الايميلات وعلى غير تطبيقات معينه، هيدي بهالمرحله اليوم انه ممنوع استعمالها صار على هيدي التطبيقات. يمكن لقدام حتتغير شوي بس اليوم ممنوع، فبدهم شويه وقت أكثر ليكون في عندهم تطبيقات بتنفسها بتكون منيحة، من شان هيك بدها عامل وقت. طيب يعني أيمن، بفهم منك أنه التطبيقات اليوم يلي تعودنا عليها ويلي في نسخ لها لا آي أو إس ولا أندرويد يمكن لن يكون هناك من نسخة متوفرة على هارموني لهذه التطبيقات، يعني حيكون الشخص استخدام التطبيقات عنده محدود أم أنه بيقدر يستفيد من التطبيقات الموجودة على أندرويد ينزلها عنده؟ هلا هو يعني سؤالك محله ناسب، انه التطبيقات في نوعين، في نوع انه هن بهمهم يكونوا على نظام هارموني بس سياسيا مش مسموح بهذه المرحله، في نوعتين من التطبيقات اللي هو كيف يعني مطور التطبيق لازم يعمل نسخه للايفون بده يعمل نسخه للاندرويد هلا بده يعمل نسخه لهارموني، فكمان هل يعني هالمؤسسات بدها وقت معين لحتى تطور هذا البرنامج. بس هن ليش كمان بيهمهم يعملوا هيك نانسي؟ لانه رح يفوتوا على اسواق جديده وحيكونوا من اول ناس موجوده، مثل ما اول ما التطبيقات اللي كانت على الايفون نجحت تجاريا كثير كبيره، فهلا بيعتبروا عندهم فرصه معينه لينجحوا تجاريا كمان، فكمان بتلاقي هالتطبيقات حتى لو معودين عليها بدها شويه وقت وحيكون في نسخه يعني نسخه مماثله او بتشبهها كثير. فينا نحكي يمكن عن توجه عالمي بهذا السياق، يعني شفنا هالشيء مع هواوي، هلا معقول نشوفه مع سامسونج شركه كوريه اخرى ونشوف تعدد بانظمه التشغيل؟ لان تعودنا انه يكون في اي او اس وكل الشركات الاخرى بتعتمد على اندرويد وجوجل بلاي كمتجر تطبيقات. هلا في كتير مؤسسات قبل هلا حاولوا يعملوا هني نظام تشغيل الخاص، نظام تشغيل مكلف وصعب وبده سنين ليكون ماكن، فهي منا خطوه هينه، وهواوي اندفشت شوي اكثر لتكون لتعمل لتخطي هذه الخطوه وخلص، بس هي ماشي فيها لقدام. وكمان هو اندرويد يلي بيساعد بكل هذا الحديث نانسي، انه اندرويد كان بمرحله معينه عنده تطبيق بال 2008 اول نسخه كان صعب استعمالها، بس هلا قطع عليه 13 سنه نسخته رقم 11 ممتازه. فهذا الوقت عمل الوقت اذا كان مؤسسه ماكنه مثل هواوي وحابين عم يفكروا فيه لقدام يعني يهتموا. بس برايك يعني بالمرحله الحاليه مش مجازفه بيعتبر بالنسبة للشركة، ولا سيما أنه قد يؤثر على المبيعات، الناس تعودوا على نظام تشغيل معين، أم أنه سيكون نظام أندرويد متاح إلى جانب هارموني يعني بيقدر شخص يختار؟
هي المرحلة الانتقالية حتكون صعبة وعم بقدر أنا شي سنتين، لأنه الناس عم تتعود التقنية، ما هي من الآخر التقنية بقى تشتغل على السوفتوير فبدون يتعودوا. المرحلة الانتقالية صعبة بس هواوي مجبورة، ما عندها خيار تاني، لأنه الأندرويد والتطبيقات عليها عاطينه عامل وقت أنه بعد هالفترة ممنوع استعماله، فما عندهم حل غير يخطوا بهالمرحلة الانتقالية. بس مؤسسة الهواوي ما عم يشتغلوا على سنة سنتين، عم يشتغلوا على 10 سنين و20 و30 سنة لقدام، فهيدي خطوة، أول خطوة بخطوة كتير طويلة لقدام. وفي كمان خبر عن أنه هواوي رح تتخلى تدريجياً عن خدمات جوجل، الخدمات المختلفة لصالح شركة باتل أيضاً. يعني هل الشركة عم تعتمد ذاتياً على نفسها بكل شيء من دون أي استثناء، يعني تصير تماماً مستقلة عن الشركات الأخرى؟ عم تشتغل بتكون مستقلة بطريقة كاملة، لأنه من جهة مضطرة، ومن جهة تانية في وعي أنه أنا لحظة عم بتكل على غير مؤسسات وغير غير غير شركات، وبنهار واحد مثل ما صار هلأ هون طفوا علي. طب أنا آخر دي بي عم بيع بملايين الأجهزة، فبدي حيكون في نوع من اتكال ذاتي عليهم، وأكيد حيكون في غير تطبيقات من خارج هواوي، وحيكون في تطبيق هواوي وكل شيء للغير، بس خلص الأساس صار هني ومسكين ومطمنين أنه هني صار ما صار هني، يعني المفتاح معهم بطل مع غيرهم. بدنا نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا هذا الصباح، خبير في تقنيات المعلومات أيمن عيتاني، شكرا لك.